أخي، الوضع هنا مبكي جدا. نحن الآن من قلب الحدث. هذه الجريمة ليست الأولى للإدعشري الذي قتل أهلها وشرد البلاد. نحن نسأل، إلى متى سوف يبقى هذا الصبت الإعلامي؟ نحن كلنا مهددون لأن نقتل في يوم من الأيام على يد الإدعشري. خافوا على أولادكم، خافوا على حالكم. كان معكم مراسل الحدث فخري الحردان. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني وضع عصير حرام. لا إما بيضع هذا الإدعشري فلتان عم قتل بالناس والحكومة ما تمسكو. اسكتي اسكتي اسكتي، هتجي بسيرته. هذا بيحضر هيك عصير ما بتعيد أخرق قدامي. ما اختلفنا، بس إيش ذنب هالناس اللي عم موتوا بين إيديه؟ خبيته من حاله قال إدعشري قال. عبادة عبادة عبادة، شو بتعمل؟ رجعت نفخت للطابة كنين؟ هلا هي كانت مبعوجة بس نفختها، يعني ان شاء الله يكون صارت. عطول بتنفخ وبترجع بتفضل كبدة بقى. اكبة والله ما حدا غيرك اللي بده كب. سويتها خلاص نفختها، شو عايش اكبة؟ طيب ايش ننزل نلعب فيها بالحديقة الغابين نمشي؟ بتصدق فكرة؟ امشي امشي يلا. وقفوا صنعوا عندكم، وين رايحين انتو؟ بدنا ننزل انا وعبادة نلعب بالطابة بالحديقة اللي ما بينا. بس على الحديقة اللي ما بينا ها؟ اوعكم تطلعوا على الاستراد وعلى الشارع لبرا، ممنوع طاوي. ليش امي؟ ايش في؟ ايش في؟ ليش ما سمعت إدعشر ايش عم سايب الناس برا؟ الدنيا برا خربانة وانت هون ما لك خبر؟ ولك امي، انت بتصدقي كل شيء بينعرض على التلفزيون؟ اكيد كذابين. لا امك عم بتحكي صح، إدعشر ما شايف قدامه طاوي عم بقتل الناس كلياتها وبرا خربانة الدنيا. ولك ايه فهمنا. فهمنا خلصنا بقى، خلص احنا الحديقة اللي مقابلنا لبرا ما لنا طالعين. لحظة، فرجي الطابة اللي اخذها انت. لا تخاف، هي طابتي، ما هي طابة حدا تاني. الله يطعمكم، حدا يقرب طابة خدوج، راحت زيارة عن بيت جدكم وقالت لحدا يقرب طابتي. فهمنا فهمنا، يلا مجهودين مش خلصنا. عبادة، انت متأكد ان نفختها منيح؟ لك ايه نفختها؟ شو تخلصني بقى؟ يلا يلا. عبادة وين راح الطابة؟ أنا بعرف بس شكلها تقلبت لبعيد. هي من الأساس أصلا ما كانت منفوخة على السواف. إيش بدنا نسوي هلا؟ خلاص امشي امشي نطلع على البيت. استنى، خدوج ممكن عنده طابة كويسة؟ إيه بس إيش عم تسأل؟ إيش رأيك تروح تجيبها من العافية؟ لا 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 أوعك، أبوك أنت بدرة وبطربشني وبطربشك. ولك ما حدا بحس من العافية شو بعد ما نرجع لها إياها ولا من شاف ولا من دري، وطلع جيبها أنت يلا. طيب استنى استنى، رايح أجيبها وأجي. ما بتروح محلها، طالع أجيبها وأجي خليكم. ايه هون ايه هون، هاي طالب العافية يلا عبادة. الله يوفقك، وين على الطابة؟ ما بعرف قولي شو بدنا نجيبها هلا. امشي امشي، روح ندور عليها. الله يوفقك، امشي روح لحالك. انا ما بدي، انا طالع على البيت. امشي، اذا ما بتروح معي رح اقول له انت اللي خليتني اجيب الطابة. يلا
ماشي يلا روح 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 بيتك. 2 hours later. وين راح الطابه؟ انا شفت القلبت من هون هيك على عيني نزلها تحت اكيد. وبعدين بقى وين الطابة اختفت يعني؟ عبالة شكل طلعت برات حديقة لهنيك. امشي طالع هنيك. لك هدول مالهم بالحديقة؟ طلعوا لو بدي عشان يشوفهم. ابو عبالة عبالة انت متأكد انه تقلبت هون؟ اكيد هون. حقيقة انا مش واقف على الحديقة، انا شفتها عم تقلب هون. انت خليك هون لا تجي، اقعد ما ادخل جوا اشوف ايش في واجي. ماشي بسرعة بستناك بس لا تأخر. ها عباده 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 وين رحت عباده؟ ورق ورق ورق.